موضوع التخسيس مو لازم انك يعني تسوي تخسيس بطرق غير شرعيه مثل المنتجات الغير طبيعيه واللي منتشره بمواقع التواصل الاجتماعي وحتى مواقع الانترنت. فعندك طرق طبيعيه مثل النادي وغيرها من الطرق الطبيعيه للتخسيس. داء يرتدي ثوب الدواء يتشح بوشاح الخداع والغش والتزوير والاحتيال والتزييف والتغليف المدلس. من أغراض شابو الهلوسة والعنف، يعني تخيل نفسك سبايدر مان وكذي. نرى بعض الشباب يستعجل الزمن، يبي يعضل ويبني عضلات، ينتهي الأمر إلى مضاعفات أكثر من أنها علاج بالضرورة. هرمونات لا يجب على الإنسان أن يستخدمها، هرمونات حيوانية، هذه هرمونات ضارة جدا، في بعض الأشخاص سببت لهم العقم. فجسم الإنسان أمانة ومو حق التجارب، فلا يجب أن نسمح لأي شخص بالعبث به. وأنا نصيحتي حق إخواني الطلبة أن يقللون من الوقت اللي هم يقعدون قدام أجهزتهم، قدام تلفوناتهم، فيها أن ضرر حق عيونهم، ضرر حق خلايا المخ، وفيها أن يعود الجسم على الكسل، وعلى الجسم يكون بليد وعلى الخمول. فأنا أحسن أن يقللون من الوقت اللي يقعدون قدام الأجهزة هذه ويمضون وقتهم بممارسة الرياضة. هناك حالات يبحث فيها بعض الفتيات أو حتى الأمهات أو السيدات إلى جرعة جمالية إضافية لأنها تتجه إلى الأسرع وربما إلى الأرخص، ينتهي الأمر بتشوهات. الحملة الوطنية، احذروا الأدوية المزورة والمزيفة.